بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يباركنا النهارده وتسابونا يوحنا كامل ملاك كنيسه القديس ماري جرجس عزبه الورد. ربنا يبارك كهنوته. نسمع دايما ونتعلم. ربنا يدينا كلمات النعمه على فمه. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حولي يا بائي. كل إنسان طيبين. النهاردة يوم الأربعاء من البسخة المقدسة، وبكرة إن شاء الله يكون خميس العهد، تأسيس سر الإفخارستية. واللي فينا يلاحظ أن الكنيسة المسترشدة بروح القدس حطلنا برنامج قرايات من أول الصوم إلى الآن مختلف جدا، جرعة دسمة روحية لكل المؤمنين. أنا بأعتبرها أو بأشبهها برحلة طيران للسماء. رحلة طيران للسماء، هذه الرحلة فيها في النص محطة ترانزيت. الرحلة مدتها 45 يوم وترانزيت، بعد كده تخش في 10 أيام. الرحلة هدفها هو إحنا الإنسان، وفي الآخر مردود الرحلة هيوضع علينا فين؟ في علامة الصليب اللي هي رمز لكل المسيحيين. بنلاقي في بداية الرحلة وفي أول ما الطيارة تطلع كده للسماء يقول لك لا سمحتم اركنوا القطمارس على جنب، اركنوا الألحان على جنب، طلعوا لنا قطمارس جديد وقولوا لنا ألحان جديدة، وغيروا حتى مواعيد القداسات، بدل ما تبقى صباحية لتبقى إيه؟ مسائية. والصوم بتاعنا يعلو إيه؟ يتأخر شوية. ده الأول. وبعدين طول ما الرحلة ماشية يقول لك فضل لك من الرحلة قد كده. الرحلة بدأ بالمسيح واخدنا كلنا بحضنه وعمل لنا إيه؟ عمل لنا حاجة اسمها رحلة انتصار، إنه أنا قدرت بيكم وبهذا الجسد انتصر على الخطية وانتصر على الشيطان. لأنه كان المشكلة في الأول هي إيه؟ إن الشيطان عمل إيه؟ إن الشيطان ابتدى يغوي أمنا حواء وأبونا آدم. فالمسيح قال خلي بالكم إن بداية الرحلة انتصار ونهاية الرحلة أيضا انتصار. انتصار بيكم وليكم، انتصار بالنفس البشرية، تنتهي بخلاص هذه النفس وبانتهاء كل إيه؟ كل ما هو الشيطان علينا. بعد كده تلاقي الكنيسة تقسم الأسابيع إلى أحد، يقول لك خلي بالك لو أنت لسه ضال تعالى المسيح يعمل إيه؟ يخلصك. طيب لو أنت زي السامرية في الخطية تعالى المسيح يخلصك. طب لو انت مفلوج تعالى المسيح هيخلصك. طب لو انت مولود اعمى تعالى المسيح هيخلصك. ايه يا رب ده؟ ايوه حبيبي، ايوه حبيبي، تعالى في الرحله ديت هتخلص وهتقوم. مهما كانت حالتك هتقوم، مهما كانت ضعفاتك هتقوم، مهما كنت في العمق الخطيه هتقوم. بس المهم انك انت ايه؟ تمشي معايا فين؟ في الرحله للسماء. ويجي ان الرحله تقرب تخلص يقول لك تعالوا ايه بقى؟ يلا خلاص جمعه ايه؟ ختام الصوم. تنزل الطياره شويه
عشان ناخد المحطة التانية، هي ايه؟ من الترانزيت للمحطة التانية توصلنا لنهاية الرحلة. نغير الطيارة، خلص التمارس القديم بتاع الصوم، خلص الأصوام المقطعة، تعالوا ابتدي ايه؟ هاتولنا حاجة اسمها دلال أسبوع الآلام، وهاتولنا سوق تاتيجوم، وهاتولنا ألحان جديدة. ما احنا غيرنا الألحان في الصوم الكبير، لا لا، ده احنا داخلين بقى رحلة ايه؟ رحلة عظيمة، هي ليه؟ للسماء. تعالوا نغير ألحان كلها، وتعالوا نغير كتاب التمارس، وتعالوا نغير حتى شكل الكنيسة، شكل ستر الهيكل، تعالوا غيروا الدنيا كلها. نتوشح بالسواد لكنه في داخله انتصار. نقوله ايه؟ لك القوة والمجد والبركة والعزة. يبتدي الرحلة الجديدة، نغرط الرحلة الجديدة. يبتدي الرحلة بقيامة وتنتهي أيضا بقيامة. تاني، الرحلة تبتدي إيه؟ بقيامة، تنتهي أيضا بقيامة. القيامة الأولانية هي قيامة مين؟ العازر، سبت العازر. والقيامة الأخيرة اللي هي إيه؟ قيامة المسيح. عايز يقول لنا إن أنا هدوقكم جمال يعني إيه قيامة. هدينا نموذج صغير اللي هو إيه؟ قيامة العازر من الأموات. دي على فكرة كانت أعظم معجزة عملها سيد المسيح. إيه سر عظمتها؟ هقول لكم عليه. سر عظمة المسيح اللي إحنا هنشوفه متألم وهنشوفه يوم الجمعة في صورة صعبة، دي صورة يقول أخلى ذاته في فيليب 3 آخذا صورة عبد شائر في شبه ناس. لكن المسيح اللي هنشوفه دوت في أسبوع الآلام هو الله الظاهر في الجسد اللي هيقوم العازر من الأموات. تقول لي طب إيه عظمة إنه المسيح قوم العازر من الأموات؟ أقول لك إنه أول حاجة العازر قعد إيه في القبر دي؟ 4 أيام. ولما المسيح كلم مرسى ومريم قالت له إيه؟ يا سيد إيه؟ قد أنتن. يا سيد قد أنتن، هتقوم إزاي دوت؟ وبعدين المسيح عايز تدي يظهر مجده وعظمته وجماله. عشان خلي بالكم لما هتشوف صورة ضعف اوعى تصدقوا هذه الصورة، ده ديت لينا احنا بس. يقول لهم انتوا أين وضعتموه؟ يا رب بقى أنت اللي هتقوم العازر من الأموات، مش عارف حطينه فين؟ لا، لألا يظن الناس ان دي ايه تمثيلية، او ان ديت قصة كده متفبركة، انتم حطوه فين بايديكم؟ تعال. وشوية يقولهم ايه؟ ارفعوا الحجر. يا شيخ قد انتن. بعيد عنكم اللي يعرف حد جات له جلطة في الذهن في المخ. الجلطة دي عبارة عن ايه؟ كتلة دم صغيرة كده، كلكعة صغيرة، تبقى حتى كراس الدبوس، تيجي في الدماغ. لو جات في الناحية اليمين تعمل شلل في الناحية الشمال، ولو جات في الناحية الشمال تعمل شلل في الناحية اليمين. لو دكتور شاطر بيعمل ايه؟ وعالجها بسرعة، بتسيب. لو تقرنه شوية ما بتروحش. طيب العذر ده ماله بقى؟ مش جلطة، ده العذر ايه؟ لا فيه دم ولا فيه اعصاب ولا فيه لحم. بنقول قد انتن. ايه المشكلة؟ اللي خلق العذر يقدر يعمل ايه؟ يوم ما احنا عدينا على في المرحلة اللي عدينا عليها، عدينا مين؟ المولود اعمى، وشفنا المفلوج اللي قعد كام وثلاثين سنة والمسيح قومه. ده حتى لما قال له ايه؟ قم احمل سريرك وامشي. ده يا رب ده بقى له كام وثلاثين سنة، يعني لا في عضلات ولا في امكانيات؟ لا تقدر. ده المسيح قال لك قوم.
اوعى الشيطان يقول لك ما فيش فيك فايده. تقدر بقوه ربنا تقدر، بس المهم كنت عندك ايه؟ عندك اراده. اتريد ان تبرأ؟ اتريد ان تبرأ؟ لازم انت الاول يبقى عندك اراده انك تعمل ايه؟ تقوم الخطيه. فده لا في دم ولا في اعصاب. عارفين المثل البلدي يقول لك ايه؟ اكرام الميت دفنه. هي الفكره مش كده، انه ما ينفعش ان نعمل ايه؟ انه يقعد اكتر من كده، لان لو قعد عارفين هيقول ايه الحكايه. الاعظم من انه يقوم هذا الجسد المتحلل هي روح لعازر. هي روح لعازر راحت فين؟ مين ده اللي يقول له روح لعازر تعالي ارجع لايه؟ هذا الجسد. مين ده؟ مين ده اللي يؤمر روح ترجع لمكانها بعد 4 أيام فرقت هذا الجسد؟ مين ده؟ إن لم يكن هو إيه؟ الله الظاهر في الجسد. وفعلا لعازر ها هلم خارجا، يقول فخرج الميت وهو إيه؟ مربوط اليدين والرجلين. تقولي طب مش إزاي؟ أقول لك يعني اللي قوم لعازر الأموات ما يعرفش يطلعه بره؟ اللي قوم هذا الجسد تحلل ما يعرفش يطلعه بره؟ فيقول لك خلي بالك، الكنيسة تقول لك خلي بالك، المسيح ده هو الله الظاهر في الجسد. اوعى يجي لك شك في لحظة من اللحظات تشك في لاهوت المسيح لما يكون على الصليب وتاخدنا الرحلة حد شعانين. بس أقول لكم في يوم الجمعة العظيمة، يوم جمعة خام الصوم، كان يقول للشعب بدا سيله ايه؟ يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء ورجت المرسلين اليها، كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع دجاجك فراخا ولكن ايه؟ لم تريدوا. وقال عباره صعبه، صعبه جدا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ومن ساعتها الى هذه اللحظه فعلا ما بقاش في حاجه اسمها شعب الله المختار. من هذه اللحظه اتقفلت كلمه شعب الله المختار. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه ايه؟ انه فتحت الدعوه لمين؟ لكل شعوب العالم. يوم الحد الشعانين بنسمع عباره الى الان بنقول لها، هي عبارة ايه؟ مبارك الآتي باسم الرب. والكنيسة الجميلة اللي بتهنى في كل قداس بنقولها مرتين، في كل قداس نقولها مرتين. المرة الأولانية بعد أبونا يقدم الحمل اللي يقول مجدا وإكراما الإكرام والمجد، شاف يقول له ايه؟ قال له يا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتج. مبارك الآتي باسم الرب، يا رب خلصنا يا رب سهل منا. وفي نهاية القداس لما ابونا يجي ايه يطلع بالصينية برة يناول الناس يقول ايه؟ ها مبارك الآتي باسم الرب. ظلت هذه العبارة منذ دخول المسيح أورشليم منتصرا، هذه العبارة من ساعتها إلى الآن هذه الكنيسة بقت تقول ايه؟ مبارك الآتي باسم الرب. وبقت حتى ميك البطرك يخش الكنيسة أو أمر الأسقف نقول له إيه؟ مبارك الآتي باسم الرب. إيه الحكاية؟ أي ما أبونا البطرك وأبونا الأسقف هو إيه؟ هو ممثل المسيح في الكنيسة. يبتدي من يوم الاثنين بقى القرايات تاخد جو ثاني خالص. الأول المواعيد تختلف، الرحلة قربت. عارفين اللي عنده امتحان يقول لك فاضي على الامتحان كم يوم، فتلاقي الرحلة قربت قوي، فيقول لك عندنا قراءات ليلة الأحد ليلة الاثنين
الساعة الأولى والثالثة والستة والتاسعة والحادية عشر. نيجي على الاثنين الصبحية قراءات يوم الاثنين الأولى والثالثة والستة والتاسعة. نيجي بالليل قراءات ليلة الثلاث. يجي الأربع الحكاية. أصل الرحلة إيه؟ عارفين الأعداد عمال إيه؟ يجري بسرعة، وإذا كنت روح عمال يجري والإيه؟ والنبضات إيه؟ تدق بسرعة، لأنه إيه؟ الرحلة بتعمل إيه؟ بتقرب بتقرب بتقرب، فعمالين بقى إيه؟ نجري خلاص، إحنا في نهاية الرحلة يعني. يبتدي ناخد قراية يوم الاثنين، نلاقي فيها عبارة رائعة. في النبوات يتكلم على سفر التكوين، على أمنا حواء وإن أكلت بالشجرة وتعرت، ونلاقي في القرايات يتكلم على لعن شجرة التين. إيه علاقة ده بده؟ أقول لك إنه ده ليه ارتباط. أمنا حواء لما تعرت غطت بإيه؟ ورق تين، ورق ما يغطيش. والمسيح صنع لهم إيه؟ أقمصة من جلد. يعني عمر ما ورق تين يغطي، أمال إيه؟ إيه اللي يغطي؟ أقمصة من جلد. إيه هو الكفر؟ إيه هي الكفارة؟ خلي بالك، يقول لك إن في كفارة هتغطينا كلنا، هي إيه؟ دم المسيح يكفر عنا كل خطية. فنلاقي المسيح يروح شجرة التين، يقولوا كده كانت شجرة التين إيه مالها؟ مورقة. مورقة يعني إيه؟ خضرة. اللي فيكم يعرف شوية في الزرع يلاقي كده إنه الشجرة الوحيدة التي تعطي ثمر قبل أن تعطي أوراق هي شجرة التين. يعني دي من خلال خبرة عملية شفتها. يعني أي شجرة هتطلع ثمر بتطلع أول ورق، بعد كده بتطلع زهر، والزهر يطلع إيه؟ يتحول إلى ثمر. الشجرة الوحيدة اللي تطلع الأول ثمر بعد كده تطلع ورق هي إيه؟ شجرة التين. عايز يقول لنا خلي بالك، الأمة اليهودية اللي كان المسيح شعب رسين جاي لها، المفروض إن هي إيه؟ تكون إيه؟ خضرة ومورقة وفيها ثمر. لكن المسيح عارف إن هذه الشجرة بقت إيه؟ بقت مرفوضة. يعمل إيه؟ عشان يأكد لينا إنه الشعب بني إسرائيل أصبح مرفوض قدامه، يعمل إيه؟ يروح هذه الشجرة الخضرة، فين الثمر؟ طب وأنا وأنتم؟ إحنا أحبائي ممكن نكون شجرة التين. الله يطلب مننا ثمر. الله يطلب مننا ثمر. اوعى احبائي تكونوا زي الشجره اللي عنها المسيح، شكل من بره لكن يا خساره ايه؟ بلا ثمر. اوعى اوعى يكون لك شكل العباده، شكل التقوى، شكل القداسه، ولكن بلا ثمر. اوعى اوعى، لانه الموضوع هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب. عشان كده المسيح عمل ايه؟ قال لا يعود ياكل منك احد ايه؟ بعد الان. حتى احد الوعاظ الجمل قوي قال كده مره تامل حلو، قال انه شجر التين لما سمع كده حزنت وماتت. حتى لقى تاني يوم بطرس بيقول للمسيح، بيقول له الشجره مالها؟ نشفت. ازاي الشجره تنشف؟ في خلال 24 ساعه ممكن تنشف؟ قد ايه كلمه المسيح كلمه قويه جدا. ويبتدي المسيح ينبهنا في قرايات باكر يوم الثلاث، يقول لنا كده كلمه جميله قوي، إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون بخطاياكم. تاني، إن لم تؤمنوا إني أنا هو، يعني إن أنا هو بصوا بيها هو إيه؟ الله. تموتون بخطاياكم. ويبتدي يتكلم يقول متى رفعتم ابن الإنسان، يبتدي يلمح
فحينئذ تعلمون إني أنا هو. نمشي شوية يوم الثلاث نلاقي المسيح بيتكلم كلام صعب على اليهود في تدي يلعن في نبوات تلية يوم الأربعاء اللي كان امبارح بالليل. بس قبلها كان المسيح ادانا حتة انه خلي بالكم على الأيام الأخيرة، وتري يتكلمنا على نهاية الأيام. يوب كده هوت حينئذ يأتي المنتهى، ده الساعة 9 يوم الثلاث امبارح. فمتى رزيتم ركس الخراب التي قال عنها دانيال؟ يتكلم على ايه بقى؟ على خراب أورشليم قائم في المكان المقدس فليفهم قارئ. حينئذ فليهرب الذين في اليهودية الجبال، والذي على صحف فلينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فيرجع إلى ورائه ليأخذ ثوبه. عبارة كتير من الأحيان بيفكروا فيها يكره فيها إيه؟ ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، فصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. تقول لي ابتدي كنا على الاستعداد، ايه هم الحبالة والمرضعات وليه يكون في نهارنا ما يكونش في سبت ولا في شتاء؟ المرأة الحبلة تحمل في أحشائها جنين. اوعوا يجي لحظة سفرنا للسماء ويكون في أحشائنا في خطية. ماذا نحمل في أعماقنا؟ ماذا نحمل في أعماقنا؟ يا ويل اللي لسه جواه شايل إيه؟ شايل خطية. يا ويل اللي لسه جواه شايل شر. طب والمرضعات؟ المرضعات الطفل بيكون ملتصق بأمه. هكذا من يلتصق بالخطية، من يلتصق بالشر، من يلتصق به هو ضد الكتاب. طب وليه ما كنتش هرب في شيء؟ الهرب في الشتاء. الشتاء رمز الايه؟ للبرودة. الناس في الشتاء ليهم مالها؟ كسالة وخملانين وقاعدين في حالة نوع من التراخي. اوعى يجي اللحظة الأخيرة اللي نقابل فيها ربنا يكون ايه؟ في حالة ايه؟ تراخي. لا نكون في أعماقنا خطية ولا ملتزقين بخطية ولا نكون متراخين. نفس تتقال على الشتاء تتقال على السبت. السبت هو ايه؟ الراحة. اوعى احبائي لما يجي ساعة نقابل ربنا يكون ايه؟ مريحين ومرخرخين. عشان كده تلاقي الكنيسة تقول لك اوعى تيجي الخمسين وتعمل ايه؟ وتكسل بقى وكنيسة تفضل. لا، عايزين نفس هذه الروح، جرعة الصوم الكبير وجرعة اللي هو الألام تديكم ايه؟ دسم وديكم نشاط، مش دينا واحدة ناكل وايه؟ ونكسل ونقعد نبطل. ويحذر سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. تحذير مسحاء كذبة وأنبياء كذبة. عارفين في متى؟ جل متى البشير صح 7 لما يقول له ايه؟ يا ربنا يا ربنا أليس باسمك تلبأنا؟ أليس باسمك صنعنا قوات؟ قوات عجائب. ليس باسمك أخرجنا شياطين؟ قال لهم ايه؟ ابعدوا عني ايه؟ يا فاعل الاسم ما عرفكوش. دي حاجة تخوف بجد، حاجة تخوف. لما واحد يوصل حد تنبؤ وسيصنع قوات يخرج شياطين يقول لهم ابعدوا عني يا من لا عارفكم، دي حاجة ترعب. يعني ايه؟ يعني ابحث عن خلاص نفسك. كده بقول لكم في الصوم الكبير، لو كنت ضال تعالى هتخلص، لو كنت
زي السامرية وتبقى خطية هتلاقي الخلاص في المسيح. لو كنت مولود أعمى كنت في عزة المرض تعال دم يسوع ابنه يعمل ايه؟ يطهر من كل خطية. كده كده كنيسة عملت لنا وجبة جميلة. الأول الباب اللي خش منه بعد ده كله المعمودية. بعد خش المعمودية تاخد ختم ميرون روح قدس. بعد تاخد ميرون تعمل ايه؟ الطفل اللي هو صغير يعمل ايه؟ لحد التناصير يتناول. لما يكبر شوية يمر سر التوبة والاعتراف ويتناول. تظل الكنيسة محتضنة أولادها. لكن اوعى في يوم من الأيام تاخدك الحياة وتضل عن الطريق اللي الكنيسة أصلا وربنا حطونا أصلا. حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ودي للأسف كتير من ولادنا اللي بعيد عن الكنيسة أحيانا يتشككوا في الإيمان المسيح. سايب مخ العالم أنبياء كذبة وإسحاق كذبة. والأسف إن العقل لوحده لا يؤدي إلى الإيمان. نحن أحباء الكنيسة قائمة على الإيمان وليس على العيان. تاني، نحن كنيسة قائمة على الإيمان وليس العيان. بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. إيش بقول؟ أشهد بإله واحد. أقوله إيه؟ نؤمن بإله واحد. أبونا في القداس يقول إيه؟ وهذا الخبز يجعله إيه؟ جسد. نقول إيه؟ نؤمن. وهذه الكأس أيضا نؤمن. أمين 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 بموتك. وأبونا آخر ده يقول إيه؟ أمين أمين أمين. سر الاعتراف. والشمات يرد عليه يقول له أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أبونا في المعمودية يقول لك أمنتم على هذا الطفل؟ يقول له إيه؟ أمن. أمنتم على هذا الطفل؟ يقول له أمن. أمن. إيه الحكاية؟ نحن نحيا بالإيمان لا بالعيان. لكن للأسف اللي عايز يشوف بعينه بس قول له مسكين أنت. مسحاء كذبة وأنبياء كذبة. نحن نحيا بالإيمان وليس بالعيان. لما نقول من العذراء ظهرت في الزيتون نقول إيه؟ أمين. تعمل معجزة نقول أمين. جسد القديسين نقول أمين. هي كده شفاعة نقول أمين. هي دي كنيستنا. نحن نحيا إيه؟ بالإيمان لا بالعين. يبتدي بعد كده يكلمنا على الحياة العظيمة جدا. تلاقي هنا حتى الأول قال لما أنت مبارك الساعة 11 لحن بك سرونس كرسيك يا الله إلى إيه؟ قد إن الكرسي هو إيه؟ هو كرسي هو ده خديب الاستقامة. هو خديب ملكك. خلي بالك انتبه الرحلة بتقرب شوية. يجي بالليل يكلمنا على إيه بقى؟ الحاجة المشهورة قوي يتكلم على امبارح على العرس ودع إلى العرس. يقول كده عددت وليمتي وعجول المعلوف قد ذبحت وكل شيء معد فتعالوا إلى العرس. أما هم فتهاونوا. فذهب واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. تظل الكنيسة مفتوحة تدعو كل المؤمنين إلى إيه؟ إلى وليمة العرس. تعالوا ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب. لكن أوقات نعمل إيه؟ نستعفي. معلش يا أبونا مش هقدر أحضر قداس. معلش يا أبونا عندي شغل. معلش يا أبونا عندي دعوة. العرس مفتوح والدعوة لينا كلنا. لكن يا خسارة فينا إيه؟ من يستعفي. فخلي بالك. وبعدين يخش بقى على إيه بقى؟ على مثل رائع هو إيه؟ العذارة الحكيمة. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. مين هم 10 عذارة؟
هو إحنا كلنا. كل مؤمن هي نفس عذراء أمام السيد المسيح، كل مؤمنة هي نفس عذراء أمام السيد المسيح. كلنا معانا مصابيح، وكلنا عذارى، ولكن وأهمت آية لكن دي، ولكن يا ترى معانا زيت ولا معانا زيت؟ ده السؤال بقى. ايه هو الزيت؟ يقول كده: لاني جعت، عطشان، مريض، اعمال الرحمه. احبها، هو قالها في الاناجيل هنا امبارح، قالها الزيت. يا احبائي هو عمل الرحمه اللي نقدر نعمله مع كل احبائنا اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. عمل رحمه كده: من سالك فاعطه، من سالك فاعطه. الزيت يا احبائي هو وقفتنا قدام ربنا ركبة منحنية، دموع باكية، قلب فيه روح انسحاق وتذلل. الزيت هو الصوم بتاعنا والصلاة. الزيت هو السلوك فيما هو يليق بأولاد اسم الله. لكن للأسف في ناس عذارة، وفي نفس معها مصباح، لكن يخسر ايه؟ بلا زيت. وهنسمع هنا عبارة صعبة جدا: فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العيه ودخلنا معهم سادق العرس وأغلق الباب. أصعب لحظة أحبائي، أصعب لحظة أنا شخصيا في حياتي، لما أكون رايح مدافن مع حد، وبنعمل إيه؟ يكون معنا حد مسافر السماء، صلينا عليه وبكينا وحملناه على الأعناق ومشينا بيه. لكن في لحظة هي أصعب لحظات ممكن تفكر فيها، هي لحظة إيه بقى؟ دخول إيه؟ الصندوق لغاية فين؟ المدفن. وبعدين نعمل إيه؟ ونقول له إيه؟ باي باي، خلاص أنا معاك لغاية آخر لحظة، بنحبك لكن في لحظة ولا واحد يقدر ايه؟ يقدر يقف. اللي هي ايه؟ لحظة دخول ايه؟ الجسد الى القبر، اغلق الباب. ساعتها انت ومين؟ وربنا بس. البابا شنودر الله يحفظه كان يقول لك، كان في بعض ليه مشهورة يقول لك: طب ساعة، طب دقيقة، طب لحظة، أغلق الباب. طب يا رب آسف، أغلق الباب. طب يا رب معلش، أغلق الباب. طب اديني فرصة تانية، يقول لك ما فيش فرصة تانية. خلاص كان معاك عمر هذا مقداره. أنا ما وصلتش رسالة، أقول لك أنت كاذب، أنت غير صادق. كل يوم كان في رسالة بتجينا، يا ما هنا صلينا على كام نفس، يا ما حضرنا كام نفس وكم وفاة، وياما حضرنا في عزاء، ياما كما سمعنا كلمات على الاستعداد. يا ترى عملنا ايه؟ نزعل شوية بعد ما نسمع ونخلص نعمل ايه؟ اما هو كلام. لكن الشاطر بيعمل ايه؟ كان يحفظ العادة كده، كانت تحفظ كل ذلك في قلبها. الشاطر اللي يعمل ايه؟ يحفظ ده في قلبه، يتعلم الدرس ويذاكر درس كويس. المثل امبارح كده قال لنا: المستعدات دخلنا، فجاءت بقية العذارى قائلات: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. عارفين ربنا هو وعذارى، وكان معاهم مصابيح. يا ربنا يا افتح لينا. قال لهم ايه بقى؟ أما هو فأجاب وقال: الحق أقول لكم إني ما أعرفكن. طب وفي الآخر: فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.
النهاردة بقى تلاقوا النهاردة أربع أيوب، واتقال أربع أيوب رمز إن أيوب اتخان من أصدقائه، إن والمسيح اتخان من أحبائه. أيوب كان إنسان أمين وكان صادق، لكنه خد التجربة. المسيح صبر تألم خارج الجثة حاملا عارنا معه، خيانة من الأصدقاء أيوب، وهنلاقي النهاردة خيانة من مين بقى؟ يهوذا. امبارح كانوا رؤساء اليهود قالوا مين يسلمنا المسيح؟ هل نقدر نشوفه؟ النهاردة نلاقي يهوذا ايه؟ هو راح بنفسه قال لهم انا اسلمه لكم. لكن في نفس الانجيل النهاردة نلاقي كده حتة جميلة قوي، نلاقي كده انه حتتين جمال قوي، ثاكبة الطيب ونلاقي فيه التشاور على تسليم المسيح. ثاكبة الطيب دي حد جميل قوي، مرأة جميلة، جت عند المسيح وفيما هو بيت عنيا في مندل سمع الأبرص وهو متكئ. جت امرأة معها قارورة طيب من سنبل النردين خالص كثير الثمن. لما تيجي تقدم لربنا هدية لو سمحت تقدمها ايه؟ هدية غالية، ما تخسرش في ربنا. هو ليه ربنا قبل ذبيحة هابيل البار ولما يقبل تقدمة قايين؟ لأن إيه؟ هابيل لما قدم إيه؟ من أبكار غنمه ومن ثمانها. على فكرة هابيل ده أنا بعتبره كده أول إنسان مكرس في العالم. هابيل أول إنسان مكرس في العالم. يعني إيه مكرس في العالم؟ وقتها ما كانش في حد بياكل لحوم، كان الناس بتاكل ايه؟ ثمار الاشجار وبقول الارض. هابيل كان بيربي غنم، طب بيربي غنم ليه؟ اذا كان ما حدش لا بيشتري ولا بيبيع. انا دلوقتي بدي اعرف بربي غنم عشان نعمل ايه؟ نذبحها وناكلها او نبيعها. طب هابيل البار كان بيربي غنم لمين؟ لا في حد لا بياخد ولا بيشتري ولا بيبيع. هو هابيل كان عايش يعمل ايه؟ كل عمله يربي اغنام، ياخد الحلو يعمل ايه؟ يدير ربنا. يا رب غنم حلو دي ربنا. ايه الحكايه؟ قصدي عاش حياه التكريس. في اول انسان عاش حياه التكريس لربنا هو كان هابيل البار. المراه دي لما جت تدي المسيح قالوا ايه؟ قاروره طيب ناردين خالص كثير الثمن. وبعدين يقولوا ايه؟ فكسرت القاروره وافاضته على راسه. يعني مش حط شوية وخلاص، طب نخلي شوية لبكرة، لا امال ايه؟ يعني انا مش عايز افتحها تاني كلها فاضية. مين؟ على رأس ايه؟ المسيح. طيب غالي الثمن وحط على ايه؟ رأس المسيح. وان قوما تزمروا بعضهم مع بعض قائلين لماذا او لما كان اتلاف هذا الطيب؟ لانه كان يمكن ان يباع باكثر من 300 دينار ويعطى للمساكين. فاكرين مثل المسيح لما قالوا العمل العامل كان أجرة الواحد في يوم ايه؟ دينار. دينار يعني لو قلنا سنة فيها كم يوم؟ 365 يوم. لو طلعنا منها أيام الأجازات قول 50 يوم، يعني بالضبط كده كأن واحد بيشتغل 300 يوم. تمن النردين ده واحد شغال ايه؟ سنة بحالها. يعني لو قلنا دلوقتي لو واحد مرتبه 100 جنيه في 300 يبقى كام؟ خلاص يجي في لحظة يعمل ايه؟ بعد شغل سنة بحاله يعمل ايه؟ حط على رأس المسيح. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الاخلاص ده؟ ايه المحبه دي؟ شيء رائع.
امرأة فعلا فاضلة. يجوا بقى مين؟ يهوذا ما يعجبوش الكلام، يقول ايه؟ كان يمكن ان يباع هذا بأكثر 300 دينار ويعطى المساكين. وكانوا يؤنبونها، مش يتكلموا بس كمان، ده كانوا يؤنبونها. قلم يسوع ايه؟ دعوها. لماذا تعنفونها؟ الله رائع. مسيحي احبائي جميل قوي فعلا، حلق وحلاوه وكل مشتهيات. قد صنعت بي حسنا، لان المساكين هم عندكم في كل حين، تقدرون احسنوا اليهم متى شئتم، اما انا فلست عندكم في كل حين، انما قد صنعت ما في وسعها، قد سبقت فضيحه الجسد لدفني. وكده نلاقي يهوذا يروح يتفق يسلم المسيح بكام؟ 30 من الفضة. لما قارن بين يهوذا وثاكبة الطيب، مفيش نسبة خالص. العجيب انه المسيح فعلا الهنا ده رائع، عارف ان يهوذا حرام ومع ذلك يعمل له ايه؟ يديله الصندوق. يا رب ده حرام، لص بيسرق، يديله الصندوق. يمكن يشبع، يمكن يقنع، يمكن عينيه تتملي، يمكن يبطل، لكن للاسف اللي فيه ده ما يخلوش. ويروح يسلم المسيح. هتشوف بكره، هتشوفه بكره، قول لها بكره الصبح، يقول له ايه؟ يا يهوذا يا يهوذا، ايه يا مخالف الناموس، بعت المسيح بالثلاثين. ونقعد نبكت في يهوذا. ده المسيح رائع. عارفين لما ينبه على يهوذا يقول له خلي بالك اللي انت ناوي تعمله روح اعمله على جنب كده، واللي يحط ايده معايا في الصحفه هيسلمني، وقال واحد منكم يسلمني. لو بلغتنا الشعبي كده اختشي، اسف في اللفظ يعني، خلي عندك شويه يعني. ومع ذلك وين يروح يعمل ايه؟ شوفوا المسيح يعمل ايه؟ يقبله. المسيح يقول له ايه بقى؟ يا خاين يلا ما تمرش فيك، يا ريل الاصل ابدا، يا صاحب ابو قبله سلم. ايه يا رب ده؟ بعد كله جاي تقول له يا صاحب؟ هو كده، ده الهنا. في الاخر انا عايز اختم بس الكلمه بمقارنه سريعه بين ثاكبه الطيب ويهوذا. خمس زلزات وخلص. مين هي ثاكبه الطيب؟ مجهوله. طب يهوذا ده من ضمن التلاميذ ايه المقربين، قعد مع المسيح 3 سنين. ثاكبة الطيب جاية بخجل، خجلانة جاية ورا واقفة عند رجليه، لكن يهوذا ماله؟ سارق وكمان بيحتاج. كان ممكن هذا يتباع بأكثر من 300 دينار ويعطي الفقراء والمساكين. ثاكبة الطيب قبلها المسيح. يهوذا المسيح رفضه. ثاكبة الطيب كانت بتحب بمشاعر وبدموع، بدموعها كانت ايه؟ تمسح تبكي وشعرها راسها تمسح قدميه. لكن يهوذا كان ايه؟ يتآمر وبيخون. ثاكبة الطيب كانت تسكب الطيب غالي الثمن، مش اي طيب. قدم للمسيح دي ياما ناس بيقدموا حتى المسيح عمر كله، زي حته كريم حته الرهبنه. يهوذا يبيع المسيح بايه؟ بالرخيص، يا ريت حتى باع بالغالي كنا لي عذر. ثمن الطيب قد ايه؟ 300 دينار. ويهوذا باع المسيح بكام؟ 30 من الفضه. يا الخسيه. المسيح قال عليها فعلت ذلك بالتكفيني،
واتقال عن يهوذا ايه؟ وظيفته ياخذها اخر. عمل المراه ثقيب الطيب اصبح كرازه، مطرح ما تروح يكرز بينفعل هذه المراه تكرر لها. ويهوذا دخل الشيطان وايه؟ وخرج من الرسوليه. المراه ثقيب الطيب المسيح مدحها وطوبها. يهوذا نظر اليه نظره عتاب بكل اصل الالم وكل حسره وبكل تاسف. اسمها ظل خالد ثاكب الطيب بس في القداسه، ويهوذا ها ظل خالد في ايه؟ في الخيانه. اخر كلمه نقولها، ثاكب الطيب كانت نموذج جيد للمدح، اما يهوذا فكان ايه؟ نموذج جيد سيء للهوان. ربنا احبائي يعطينا هذه البركة، يعطينا أن نكون على استعداد، يعطينا أن نكون في حالة ترقب لشوء الله، يعطينا أن نجاهد، يعطينا أن ننهي حياتنا مثل هذه المرأة ثقيبة الطيب، يبعد عنا كل ما هو فكر خطية ضد الشر، لإلهنا كل الكرامة من الآن وأبد آمين. باسمكم جميعا بنشكر قدس أبونا يوحنا كامل ملاك كنيسة مارجرجس بعزبة الورد على كلمات النعمة اللي احنا سمعناها من فم قدسه. تعيش وتباركنا وتعيش وتعلمنا يا بيه.